دعا عبد الرحمن المسلمين من اليمن والشام ومصر وإفريقيا إلى مناصرته، فأقبلت عليه الجموع المناصرة من كل مكان، وازدحمت بهم قرطبة قاعدة الأندلس إبان ولايته. قبل التوجه إلى فرنسا لبث عبد الرحمن عامين كاملين يعد العدة للغزو الكبير، فعبأ الجنود وحشد الهمم وعمر القلوب بالإيمان. جمع أعظم جيش سيره المسلمون إلى فرنسا، وفي أوائل سنة 113 هجرية سار عبد الرحمن إلى الشمال مخترقا ولاية أرجونة ونفار، وعبر جبال البرانس وزحف توا على مدينة أرل الواقعة على نهر الرون واستولى عليها. وبعد معركة قوية وعنيفة بين قواته وقوات الدوق أودو استولى على ليون وبيزانس، ووصلت سراياه إلى سانس، وهكذا فتح عبد الرحمن نصف فرنسا الجنوبية كله في بضعة أشهر. وأخيرا بدأ عبد الرحمن يتوجه نحو بواتي حيث ستقع معركة بلاط الشهداء. كان عبد الرحمن واعيا لثقل مهمته ولجسامة ما يواجهه، ولكنه في الوقت نفسه كان تواقا إلى تحقيق وصية عثمان بن عفان رضي الله عنه التي تقول: إن القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس، وإنكم إن فتحتم ما أنتم بسبيله تكونون شركاء لمن يفتح القسطنطينية في الأجر. قد اجتمع لشارل مارتيل جيش هائل قادر على الثبات والمنازلة. ضاقت بجموعه الكثيفة سهول فرنسا، فقد انزعجت أوروبا انزعاجا صارخا لتقدم الجيوش الإسلامية، وفزع زعماء المسيحية فأرسلوا صيحاتهم الصليبية في آفاق أوروبا. وهكذا تقدمت الجيوش الإفرنجية إلى شمال بواتي في اتجاه التور. انشغل عبد الرحمن الغافقي عن حماية نفسه بالسعي ما بين الكتائب لتوحيدها وتثبيتها، فإذا بسهم غادر يذهب به إلى ربه شهيدا. عندما سقط عبد الرحمن الغافقي شهيدا رحمه الله حصل نوع من الهزيمة النفسية واليأس والإحباط عند الجيش المسلم، وبالتالي بدأ يتراخى في الدفاع عن مراكزه الأولى. هذا التراخي دفع الجيش الفرنسي إلى اختراق العمق في الجيش المسلم، وبالتالي التف حول الجيش المسلم. شعور الجيش المسلم أنه وقع بين فكي كماشة جعل هم الجيش المسلم الأول والرئيسي والانسحاب لألا يحصد الجيش المسلم بكامله، وبالتالي أول ما بالجيش بيفكر في الانسحاب بتكون بداية الهزيمة.
المعركة انتهت قرب الليل. في الليل انسحب المسلمون وتركوا خيامهم وبها نور مشتعل وبها نار مشتعلة وبها إضافة إلى الغنائم إضافة إلى كذا، وتركوا كل ما لديهم وتراجعوا إلى المناطق الخلفية تجنبا لسقوط ضحايا أكثر أو لحدوث شهداء أكبر. تشارل مارتل دخل موقعة بلاط الشهداء وعنده تاريخ ضخم جدا من الهزائم النصرانية قدام الجيش الإسلامي، والجيش النصراني هزم بأعداد هائلة أمام الجيش الإسلامي سواء في أرض الأندلس أو في جنوب فرنسا أو في وسط فرنسا، وبالتالي فهو داخل على حذر شديد ومتوقع هزيمة مع كبر حجم جيشه. فلما حقق انتصار في موقعة بلاط الشهداء وشاف أن القائد عبد الرحمن الغفيقي رحمه الله قتل وأن الجيش الإسلامي انسحب، اكتفى تشارل مارتل بهذا النصر الجزئي وخاف أنه يتتبع الجيش المسلم تكون في مكيدة، تكون في استدراج لبلاد الأندلس، وبالتالي رجع إلى باريس بنصر جزئي، فضل أنه يعود بهذا النصر الجزئي على أن يعود بهزيمة ساحقة لو كان في كمين معمول له من الجيش المسلم.